ماذا لو انت نزلت وقابلت اول بقى بنتكلم على اول انطباع واول مقابله، عايزين بقى بتتكلموا بتعرفوا على بعض، اجابات سريعه بقى، اجابات سريعه جدا يا حلو. اوكي حلو. وقالت لك كلمني عن علاقاتك السابقه، اول حاجه هتقولها لها ايه؟ قول لها كلميني على البيتزا اللي انت طالباها. ايه ده؟ ما تطلبها. ليه؟ لا على فكره بالظبط ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ما هو قال لك قالت لي قول حبيتها ولا ما حبيتهاش، حلفت لاقول ويا ريتني قلت ما حبيتهاش. بالظبط. اقول واعترف كل شويه تقعد تقول لي يا بتاع ساميه، وتقعد بقى تخبط لي في ده. هو اذا هو هيحاسب على مشاريب اصلا هو ما شربهاش من الاول، لا ولسه عالجها نفسيا من الاكس بتاعها اللي كان مبهدلها، فتيجي تطلعه فيا فقعد افهمها. فاهم انا رجاله طيبه. وانت يا كريم؟ انا بالنسبه لي لو سالتني على انا هقول اه انا هشرح كل حاجه. اه هي حقها ان هي تبقى عارفه. انا بقى كبنت لا مش هقول، مش طبيعي. اه اصلا يسالني عن علاقاتي السابقه ليه؟ اه شفت الانثى، شوف الراجل المفروض يقول على فكره. بس انت تقولي عادي يعني، تسالي عادي وهو يرد عليك. انا اسال أوكي. بس ما تسالش. اوكي ماشي. ما انا ممكن اجمل لها اقول لها كل اللي فات. هتكذب يعني؟ يعني اهلوني ان انا اشوفك وبقينا كلنا اخوات. اه اقول لها كل اللي فاتوا كانوا بيعتبروني اخوهم وبتاع. يا سلام، هي بقى هتصدق. انا مقنع. انا هقنع. طب يلا نخش على السؤال اللي بعده. ماشي. إيه هتعمل ايه لو لقيت مثلا الطرف الثاني وهو قاعد معاك بيبص كده حواليه متوتر قلقان، بص كده كده متوتر قلقان، قاعده متوتره مش عارف ايه بتاع، بتبص حواليها دي سرقه حاجه؟ معرفش. نعرفها ايه؟ ايه واخد الشوك من المطعم؟ هبتدي بقى الاول احاول اشوف المشكله فين، واشوف هي عليها فلوس لمين، مين مهربانه منه، وبعدين طلعت سليمه بس المخ هو اللي فيه حاجه، نبتدي نوجهها بقى ان هي صح. صح يا كريم. طيب انا من وجهة نظري يعني. لا برضو نفس اللي قاله حلمي بالنص. أوه. انا بنصر فكره حلمي بالظبط. ليه؟ اللي انا دلوقتي مش هينفع ان انا ادخل في سكه وفي سيركل معاها. هتسالها يعني؟ هسالها. أنا هسالها بشكل مباشر. انا عامه لو قاعده مع واحد وعمال يبص حواليه بقى يمين وشمال، انت مريب ليه؟ انت مريب ليه؟ انا هساله اقول له في حاجه معينه، انت في حاجه معينه قلقاك متوتر من ايه؟ ده متجوز. ده متجوز وخايف من مراته، مديون بحاجه. طب نيجي للسؤال، بس ده تقريبا يا حلمي السؤال ده مش هيخصنا قوي، ده هيخص مي. يا مي دلوقتي لو احنا قاعدين بقى، انت قاعده في اول مره واول مقابله ولقيتيه كده وانتوا جايين تحاسبوا الشيك، قال لك معكيش فكه، او مثلا وليكن قاعد يعمل كده ويحط ايده جوه ويقول لك انا نسيت محفظتي، ايه ده؟ يا ربي مش معايا المحفظه. هتعملي هتطلع انتي وذوقك بقى. مبدئيا انا اكيد هدفع. اوكي أصيلة. ومش هشوف وشه تاني. ممكن تكوني دفعتي. ما هي هتدفع. هتعمل ايه؟ احنا في اول فقره سالنا ممكن يعني ننزل تاني ولا لا، وعشان خاطر احدد الموقف ده بجد خلاص مصيبه. عشان دفعتي ولا عشان دبسك؟ ولا وشه اساس. ايه يعني عشان دفعتي ولا عشان دبسك؟ عشان بخيل يا حلمي، دي باينه قوي طبعا. لا وبعدين معروف ان اول ديت ده، لا ثانيه واحده، حتى لو احنا بعد كده هنشير مثلا تعليك مصاريف جت قبلنا، اول ديت ده لازم هو اللي يدفع كله لازم. اه ده حاجه كده ذوقيه من صح، دي حقيقة صح. طب يلا نخش في السؤال اللي بعده. طيب لو واحده شفتها وبعد ما شفتها بقى ايه يعني اول ديت، لقيت ان هي ايه طلعت فلتر او طلعت في الصور احلى من الحقيقه، ده ما بشوفش الا هم، ده ما بشوفش. انا متخيل. هتعمل ايه بقى؟ يبقى رد فعلك ايه بقى؟ بتصدم بقى، بفضل اقول لها امال فين الغمزه، فين الغمازه اللي كانت. بتبقى صريح معاها بجد كده، بنكشها بقى، بقعد اقول لها لما مناخيرك نفشت شويه، فين لون العين، فين الشعر، فين انت، فين اصلا. انا كنت بشوف حاجات برموش شبه رموش الجمل كده، تطلع اصلا ما فيش شعر، مش ما فيش رموش، بتبقى كارثه. بتبقى كارثه. انا بالنسبه لي لا، ده حصلت معايا اصلا بجد. بجد بتبقى بفلاتر اوفر ولا اي حاجه، خلاص بعمل نفسي ما شفتهاش وامشي. اه والله العظيم. لا بتمشي وتسيبها في نص الديت كده؟ لا لا، ممكن اسلم عليها واتعرف عليها وخلاص، ومجرد ما ما هي دي بقى من الناس اللي مجرد ما هسيبها وامشي عشان نتقابل تاني. طيب انت فيك اصلا؟ يا اه